الحالة التانية اللي بيحصل فيها موشن دي بتبقى راندوم، ودي بتحصل بقى لكل البارتكلز الموجودة عندي، سواء في الهواء سواء في المية، أي حاجة لها بارتكلز موجودة دايبة في حاجة أو موجودة في مكان أو مولكيولز عموما، هنلاقي إن إحنا يعني الحاجات دي كلها بتتحرك ببراونيان موشن. براونيان موشن هي بيسكلي جاية من الأبليكيشن أوف ثيرمال إيكوليبريم أت تمبرتشر تي. هنلاقي فيها الكاينتيك انرجي ان وان دايمنشن بتاعه البارتكلز اللي بتتحرك دي، حاجه ثابته بتساوي كي بي في تي على 2. زي ما احنا بنشوف هنا الكاينتيك انرجي ليس لها اي علاقه خالص بالفوليوم او الحجم بتاع الايه بتاع البارتكل اللي بيتحرك دوت. لو بتكلم على 3 دي، لو بتكلم على الحركه موجوده في 3 دي، هلاقي ان هي 3 تايمز ال 1 دي 1 دايمنشنال كيس، فلاقي انها 3 كي بي في تي على 2. فمعنى كده بنتكلم على راندوم موشن في الراوريوم موشن دي، معناها ان المين فيلوسيتي بتاعتي بتساوي زيرو. المين فيلوسيتي معناها ان انا ات اني جيفن تايم ممكن اكون بتحرك في اي اتجاه، اوكي؟ يعني ممكن ان انا اكون اتحرك ناحيه اليمين زي ناحيه الشمال، وفوق زي تحت، لو حسبتها مع الوقت الافريج بتاعي بيساوي صفر، اوكي؟ فلو اتكلم بقى على الكينيتيك انرجي نفسها بتساوي كام؟ كينيتيك انرجي ديفينيشن بتاعها عباره عن 1 هاف في ام في سكويرد افريج، الافريج اللي هو المين سكوير بتاع الفيلوسيتي بتاعتي. فعشان كده المين سكوير ما هواش بيساوي صفر، اوكي؟ المين بتاعها هو اللي بيساوي صفر، انما المين سكويرد ما بيساويش صفر، مين بتاع السكوير ما بيساويش صفر. فمعنى كده هلاقي عندي ان ال 1 هاف ام في سكويرد بيساوي 3 كي بي في تي على 2. يبقى معنى كده في ار ام اس بتاعتي، اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الار ام اس بتاعتي، اللي هي روت مين سكوير فيلوسيتي بتاعتي، هي عباره عن سكوير روت اوف في سكوير مين سكوير، يبقى بتساوي 3 كي بي في تي على ام. يعني معنى كده هلاقي ان انا عندي كاينتيك انرجي ثابته، بس هنا بقى هلاقي ان السرعه نفسها بتتغير بتغير الماس بتاعت الايه بتاعت البارتكل دوت. يعني لو في عندي بارتكل الماس بتاعته كبيره هلاقي ان سرعته اقل، لو البارتكل بتاع الماس بتاعته صغيره يبقى الماس بتاعته الفيلوسيتي بتاعته هتبقى اكتر. كامثله على كده هنبص نلاقي ان احنا مثلا الهيدروجين مثلا مولكيول بتاعي، هلاقي ان سرعته الفي ار ام اس بتاعته بتبقى 1940 متر بير سكند، في حين انا لو بصيت على الايكولاي فيروس هلاقي ان سرعته اقل بكتير جدا جدا، يعني حاجه بتبقى كبيره جدا. وبتكلم مثلا على التوباكو موزايك فيروس بتكلم على 0.4 متر بير سكند، بتكلم على يعني مثلا بتكلم على الهيموجلوبين مثلا بلاقي ان هو 11 متر بير سكند. فعلى حسب حجم المولكيول نفسه، حسب المولكيولر ويت بتاعه او الماس بتاعه، هلاقي ان انا السرعه بتاعتي بتتغير حسب التغير بتاع ايه بتاع الماس دوت. بس ان كيب ان مايند ان الكاينتيك انرجي بتاعت كل دول هي واحده، يعني الكاينتيك انرجي بتاعت كل الحاجات المختلفه جدا في السرعه دي كلها الحقيقه نقدر ان احنا نثبت انها واحده، وتعتمد بس على التمبرتشر.